النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الـ anxiety disorders. إحنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، بس هنعيد تاني المعلومات اللي اتقالت في المرة اللي فاتت. إيه هو الـ anxiety؟ الـ anxiety هو عبارة عن شعور غامض بالخوف، بينتج عن استجابات داخلية أو خارجية. يعني أنا بيبقى عندي مشكلة، محفزات داخلية من جوه الجسم زي الوجع، المرض، المغص مثلا، أي حاجة، وفي محفزات خارجية زي الامتحان، زي موقف معين يكون خطير أو حاجة بتعرض له، ده اللي هو المحفز الخارجي. والقلق ما هو مفيش مفر منه، طول ما احنا عايشين هنتعرض لقلق على طول، وبياخد صور كتيرة قوي، يعني بصور كتيرة قوي للقلق. ومش كل قلق وحش عامة، هو القلق بيعتبر حافز لينا ان احنا نتفاعل لحل مشكلات، او ان احنا ندفع خطر، او نتصرف في موقف ما محتاج ايه التصرف. القلق موجود في كل الناس، تمام. هي المشكلة بتكمن في التعامل مع اعراض القلق. يعني المفروض ان هو بيجي وبيقعد فترة صغيرة وبيخف او بيروح مع مع اختفاء المحفز اللي هو سبب القلق ده. هنعرف في القلق. القلق هو vague subjective feeling of uneasiness, uncertainty, apprehension او dread or tension that a person experience in response to an unknown object or situation. القلق هو عبارة عن احساس، شعور غامض وغير موضوعي، تمام، بان في مشكلة، او في فزع، او في بني ادم ما بيبقاش مرتاح بسبب حاجة مش عارفها، بسبب ان unknown object او situation. يعني السبب اللي بعمله القلق ده ما بيبقاش معروف بالنسبة له. ايه هي مراحل القلق؟ احنا المرحلة الاولانية اللي هي المايلد والمودريت، وبعدين في السيفير وفي البانيك. دي كده المراحل. المايلد انكزايتي السيمبتومز بتاعتها بتتراوح من ريستلسنس، ديفيكالت سليبنج، الهايبر سنسيتيفيتي تو نويز، وجاسترو انتستينال باترفلايز اللي هي ايه، الزغوره بتاعه المعده البسيطه اللي بتبقى موجوده. السايكولوجيكال ريسبونس بيبقى بيرسبتشوال، البيرسبتشوال فيلد از برود. يعني انا بيبقى عندي الوعي شويه، مستوى الادراك بيبقى واسع، بيعمل لي موتيفيشن وبيخليني قادر اعمل بروبلم سولفينج، بيعمل انكريز للليرنينج ابيليتي للشخص اللي موجود ده. فالليفل المايلد انكزايتي بتبقى حاجه كويسه، ومطلوب ان هو يبقى فيه ليفل، يبقى فيه الانكزايتي القليله دي. لما ببقى داخل مثلا على امتحان ولا حاجه، شوية القلق الصغيرين بيساعدوني ان انا اقدر اذاكر واقدر اعدي الامتحان. المرحلة التانية اللي هي المودريت، تبتدي الانكزايتي تزيد شوية، بيبقى في الفسيولوجيكال ريسبونس، مسل تنشن، دايفروزس، باوندينج بولس اللي هو النبض بيبقى عالي شوية، بيبقى محسوس، هادك، دراي ماوس، فاست ريت اوف سبيتش، بيتكلم بسرعة، وفريكوينت يورينيشن، وجاسترو انتستاينال ابسيت. ابتدي اتحول بقى من البطن عماله بتعمل اصوات معينه كده، ولا يبتدي ان انا يجي لي ابسات، مغص، او نوزيا وفوميتنج وهكذا. طبعا النوزيا وفوميتنج دي في المراحل المتقدمه اللي هي السيفير والبانيك. بالنسبه للمودريت سايكولوجيكال ريسبونس، بيبقى فيه بيرسبشوال نارو، البيرسبشن بيبقى قليل. يعني انا في المايلد بيبقى عندي البيرسبشن واسع جدا، ادراكي للحاجات اللي حواليا بيبقى كويس. في المودريت ببتدي الادراك ده بيبقى قليل، يعني انا ببتدي ما اشوفش حاجات معينه، او ما اشوفش حاجات كويس، او ما اسمعش كويس، ما بقاش مركز، فوكست تو ايميديت تاسك، يعني اللي هو الحاجه اللي انا ماسكها في ايدي بس، ما بقاش مركز مع اي حاجه تانية الا سيلكتيف اتنشن. ما بيقدرش يكونكت independently، محتاج حد يساعده في الكونكشن، هو يعمل كونكشن مع الناس.
وبيعمل انكريز الاوتوماتيزم. الاوتوماتيزم دي اللي هي مرحلة متقدمة من البيهيفير، ان انا بك اسف هي مش مرحلة متقدمة، هي دي اول مرحلة من مراحل البيهيفير تعلم، ان انا بعمل كوبي للحاجة اللي موجودة، تمام؟ كوبي يعني لو حد عمل قدامي حاجة بعمل لها كوبي للبيهيفير نفسه، بعمل له كوبي، ولما بكرره كذا مرة بيتحول لمرحلة الاوتوماتيزم. فانا ما بقدرش اعمل بيهيفير غير ان انا بكرر بس الحاجات اللي موجودة عندي في الذاكرة، اوتوماتيزم يعني. المرحلة الثالثة السيفير انكزايتي، الفيتال ساينس تبقى بتبتدي تزيد، هارت ريت يزيد، الهايبر تنشن والريسبيراتوري يزيد اللي هي دايفروزس. بيبقى معايا سيفير هيدك، دايريا، نوزيا وفوميتنج، دراي ماوس، ديكريز الابيتايت، بيوبل دايليتد، البيوبل بتبقى دايليتد شويه، ماسل ريجيديتي وديكريز هيرنج، بيسمعش كويس. احنا كنا بنتكلم في البرسبشن التريشن، وديكريز البين سنسيشن، ما بيستجبش كويس للبين. في السايكولوجيكال ريسبونسز انا بتكلم على البرسبشوال فيلد ابتدى يزيد شويه بشويه، يعني احنا اتكلمنا في المايلد انكزايتي البرسبشن واسع قوي وكويس قوي، بشوف وبسمع وبحس بكل اللي حواليا. في المايلد بيحصل له ناروينج شويه، في السيفير الناروينج ده بيزيد، تمام؟ ابتدي اصلا مركزش مع حاجات كتير قوي حواليا، كانت كومبليت تاسك ما اقدرش اكمل يعني. في المودريت انا كنت بعمل التاسك اللي في ايدي بس، في لما بوصل لمرحله السيفير انكزايتي انا ما بقدرش اكمل كمان التاسك اللي في ايدي، ما بعرفش اعمل بروبلم سولفينج، ما بعرفش اريسبوند تو ريدايركشن، يعني ان ما حد يجي يقول لي على حاجه معينه انا ما بقدرش اتابع ان انا اكملها لوحدي. فيلينج او دي انا ببقى حاسس بحاجات بالعظمه، يعني في حاجات عظيمه بتحصل حواليا، تمام؟ انا ببقى حاسس بيها. ممكن اوصل للفزع، ان انا اعيط، وبيحصل الريتوالستيك بيهيفير، دي حاجات خاصه بال يعني انا بعمل حاجات معينه، زي حاجات انا متعود بعملها على اساس. بالنسبه لاخر مرحله من مراحل الانكزايتي انا بتكلم على البانيك ليفل بقى، عندي بالبيتيشن، تاكيكارديا، بلاد بريشر عالي جدا، رابيد شالو بريزنج، انا مش يعني بتنفس بسرعه بس شالو، ما باخدش كفايتي من الاكسجين، لوس اوف ابيتايت، ابدومينال ديسكمفورت، نوزيا، فوميتنج، هارت بيرن، دايريا، انسوميا، وتريمورز، بيبقى فيه رعشه بسيطه في الايدين، rigidity او سبازم في العضلات، flushed face، itching، localized sweating، generalized sweating، و dilated pupils. في البانيك في على السايكولوجيكال على السايكولوجيكال ريسبونس ليفل بيحصل decrease في الاتنشن، inability to concentrate، forgetfulness، impaired judgment، rapid speech، restlessness، وبيحصل pacing. البيسنج ده لما ببقى مش واقف على بعضه، يعني هو بيبتدي يتحرك رايح جاي من قدام لورا كده، زي ما حد يبقى لو لاحظت حد قاعد وعمال بيهز في رجله، ده نوع من انواع الphysical uneasiness. البيسنج نفس القصة كده، بس بيبقى يعني وهو واقف ممكن تلاقيه عمال يتأرجح كده بجسمه قدامه ورا علشان يقلل الانكزايتي شوية. بيحصل social isolation، طبعا بيبقى محتاج help، في help seeking، self care deficit، فيش self care خالص في الفترة دي اللي بيبقى فيها البانيك، dependent و nervous و irritable. طيب ايه هي الاسباب بتاعت الانكزايتي ديس اوردرز؟ هنتكلم عليها دلوقتي.
اول نظريه البيولوجيكال ثيوري بقول ان انا عندي فاميليال باترن بنسبه 25% للي عنده فيرست ديجري. يعني لو انا عندي حد فيرست ديجري ريليتيف عنده انكزايتي ديس اوردر اي نوع من الانواع اللي هنتكلم عليها، فانا بيبقى عندي انكزايتي ديس اوردر بنسبه 25%. في الايدنتيكال توين النسبه بتوصل ل 50%، ده معناه ان انا في عندي جينيتك بريديسبوزيشن. بالنسبه للسايكو اناليتيك ثيوري، احنا عندنا فرويد اتكلم ان القلق بيحصل لما بيكون الانا اللي هي الايجو بيحاول يتعامل مع الصراعات النفسيه او التوتر العاطفي اللي موجود، وعرف القلق بانه رد فعل على الخطر اللي بيحصل. واتكلم برضو ان اصلا عمليه الولاده هي عباره عن استجابه اوليه لخطر حصل ما في جوه الرحم يعني. فابتدى الانسان يتفاعل مع التوتر اللي موجود بان هو يتولد، بتزيد قدرتنا في التعامل مع الاسترس مع الوقت. كل ما بنكبر كل ما بنتعامل مع الاسترس افضل، على اساس ان الايجو هو ده اللي بيولد الاسترس نتيجه الموازنه ما بين الاد، الصراع بتاع الاد والسوبر ايجو مع بعض. احنا اتكلمنا على الحاجات دي في الديفنس ميكانيزم اللي هي الاد والايجو والسوبر ايجو. ارون بيك عرف القلق من وجهه نظر معرفيه، وقال ان هو بيحصل لما الانسان بيبتدي يدرك ان فيه خطر او تهديد، وقال ان الانكزايتي بتحصل لما الانسان بيتمادى شويه في شعوره بالقلق بخطوره المشكله. يعني ممكن تكون مشكله بسيطه تولد شويه قلق قليلين اللي هو المايلد انكزايتي. هنا ارون بيك بيقول ان الانكزايتي كمشكله كبيره من مرحله متقدمه من القلق ممكن تحصل بسبب ادراك الشخص القليل لخطورة المشكلة. يعني هو مكبر المشكلة زيادة عن اللزوم، أو بيفتعل هو مشاكل مع نفسه زي ما هنشوف في المثال اللي جاي، فبيبتدي إيه يولد أنكزايتي كتير. هو هنا بيضرب مثال إن هو فيه سكرتير ومجتهد جدا في شغله، إدراكه الخاطئ إن هو ممكن يفقد شغله بيخليه بيحكم طبعا خطأ على الأشخاص أو على المواقف، فتبتدي يعيش بقى ايه في القلق ده على طول بنسب طبعا كبير. في البيهيفيرال ثيوري احنا بنتكلم على ان القلق هو عباره عن اللي هو ايه بنسميه مال ادابتيف ريسبونس تو ستريس. يعني انا تعرضت للستريس فانا اتعلمت مع الوقت كده ان انا بعمل البقلق فيزيكال سيمتوم وسايكولوجيكال سيمتوم علشان يعني بتفاعل مع الستريس اللي موجود. وطبعا في التريتمنت ان انا ممكن اعمل يعني اعكس الايفكت ده ان انا اخليه يتعلم حاجات مور ادابتيف للتفاعل مع الاسترس. بالنسبه للانتربيرسونال ثيوري، هاري سوليفان قال ان العلاقات ما بين الاطفال والكير جيفرز بتاعهم هي اللي بتخلي الطفل ديفلوب ستريس. اصلا الكير جيفرز ممكن يصدروا الانكزايتي اللي عندهم او طريقه تفاعلهم مع موقف ما للاطفال من غير ما يحسوا، وده بيخلي الشخص لما يكبر بيساعد ان هو يجيله انكزايتي. بالنسبه للكبار هما بيتفاعلوا بالانكزايتي كنوع من انواع التفاعل او التعامل ما بين الحاجات اللي هو عارفها او الحاجات اللي هو عايز يعملها مع الكالتشرال نورمز والفاليوز الخاصه بالكوميونتي اللي هو عايش فيه. اختلاف البرسوناليتي تريتس من شخص للتاني ممكن يخلي التفاعل مع الاسترس مختلف. زي ما اتكلمنا في الانتربرسونال ثيوري ان العلاقات ما بين الاسره والاطفال في وقت مبكر يعني من الحياه بيساعد الاطفال ان هم يتعلموا ازاي يتفاعلوا مع الاسترس. هنا هنتكلم على التايبس اوف انكزايتي ديس اوردر، هنتكلم على 5 انواع منهم: البانيك ديس اوردر، الفوبياز، والجنراليز انكزايتي ديس اوردر او الجاد، بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر او البي تي اس دي، والابسيسيف كومبالسيف ديس اوردر او الاو سي دي. بالنسبه للبانيك ديس اوردر انا بقول ان الشخص بيجي له بانيك اتاك واحده او اكتر من كده،
وبعدها بيقعد لمدة شهر تقريبا خايف ان هو تجيله بانيك اتاك تانية. يعني هما بتجيله بانيك اتاك واحدة او اكتر من واحدة، وبعد ما بتخلص بيقعد تقريبا بعدها شهر خايف من ان تجيله اتاك تانية، بانيك اتاك تانية. تمام. وبقول ان الاتاك دي ملهاش علاقة بال، يعني ما تبقاش تأثير دراج او ميديكيشن يكون واخده، هو اول عامل له التاكي كارديا او عامل له الهايبر فنتليشن، ففي الحاله دي انا مش هعتبر ان هو عنده بانيك ديس اوردر. ايه هي اعراض البانيك اتاك؟ هي بتبقى اربعه او اكتر من ال 13 عرض دول. بيبقى عنده بالبيتيشن، ضربات قلبه بتبقى سريعه او حاسس بيها، بيبقى في سويتنج تريمبلينج اور شيكينج، بيبقى في رعشه في الاطراف، سنسيشن اوف شورتنس اوف بريث، بحسس ان هو عنده مش قادر ياخد نفسه، بيحس ان هو مخنوق، فيلينج اوف شوكينج، تشيست بين، نوزيا، فوميتنج او ابدومينال ستريس، فيلينج اوف ديزينس والانستدي ولايت هيدد او فينت، ممكن ان هو يغمى عليه او يحس ان هو مدروخ، فيلينج اوف انرياليتي او بينج ديتاتش فروم وان سيلف. دول اتكلمنا عليهم في السيمتوماتولوجي اللي هو الدي بيرسوناليزيشن ودي رياليزيشن. فير اوف لوزينج كنترول او جوين كريزي، بيحس ان هو اتجنن خلاص، فير اوف داينج، بيحس ان هو يعني خاف ان هو يموت، بيحس ان هو قرب يموت، نمبنس او تينجلينج، بيحس ان في تنميل في الاطراف، وبيحصل له شيلز او هوت فلاشز اللي هي بيحس ان جسمه بيطلع صهد. بالنسبه للفوبيز، احنا زي ما اتكلمنا ان هي fear of specific object، يعني احنا هنتكلم فيها على ان هي يعني هنشرحها الاول. هي اولا resistant fear is excessive او unreasonable، وبيحصل مع الشخص في وجود ايه الانسبيتد subject او السيتويشن اللي بتسبب الفوبياز. يعني كل شخص بيبقى عنده فوبيا، اي حد بيبقى عنده فوبيا، فبيبقى عنده فوبيا من شخص، من specific object او situation، ان هو يكون زي الفلاينج او هما يكون في مكان عالي او يتعرض لحيوان ما specific object زي القطط او الفران او ايا كان. تمام. وده بيخليه يدخل في الفوبيا دي. يعني الشخص ده بيعمل avoidance لل situation او لل object اللي بيسبب له الفوبيا، وكده هو بيبقى كويس مفيش فيها مشكلة. والخوف ده بيستمر مع اكتر من 6 شهور. تمام. يعني معظم الناس اللي عندهم فوبيا بيستمر معهم سنين. النوع التاني اللي هو ال generalized anxiety disorder او الجاد، انا بقول ان هي excessive worry تستمر لمدة 6 شهور على الاقل. البني ادم تمام بيلاقي نفسه مش قادر يسيطر على الانكزايتي اللي عنده، وبيبقى معاها سم 3 او اكتر من السيمتومز الستة دول، اللي هو الريستلسنس، ايزلي فاتيج، difficult concentration، irritability، muscle tension، وسليب disturbance. كل ده بيسبب للشخص impairment في السوشيال والاوكيبيشنال فانكشن. انا ما اقدرش اقول عليه عنده generalized anxiety disorder لو كان واخد دراج وهو مسبب له السيمتومز دي، او يعني ما بيوز دراجز او بياخد ميديكيشن. النوع الرابع اللي هو البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، علشان اشخصه ده انا بحتاج يبقى عندي كذا كريتيريا. الكريتيريون ايه؟ يعني بيبقى عنده واحد من الاربعة دول، يعني المفروض ان هو يكون اتعرض لموقف ما، يا اما دايركت اكسبوجر، يا اما يعني موقف حصل معايا انا شخصيا، او انا كنت شاهد عليه يعني شفته بيحصل، او عرفت ان هو حصل لحد، يا اما اتحكي لي بقى، يا اما يعني اتحكي لي باي طريقه ما، او ان انا اتعرضت للموقف في وقت انا كنت فيه بساعد. زي مثلا الفاير فايترز، لو راح مثلا شاف حد بيتحرق او حاجه، او حد كان في حادثه، وموظفين الاسعاف دول برضو ايه بيعتبر كستريسر. كرايتيريون بي بيبقى فيها انتروسيف سيمتومز، السيمتومز اللي بتظهر على الشخص ده، بيبقى بتجيله ميموريز مش عايزها، طبعا لازم يبقى فيها واحده من 5، واحده على الاقل.
ميموريز، بيجيله نايت ميرز، بيحلم بالموضوع ده بالليل، بيجيله فلاش باكس بالمواقف اللي حصلت، بيبقى فيها معاه ايموشنال ستريس وفيزيكال ري اكتيفيتي، يعني بيتعرض، بيحس ان هو ايه نفس الفيزيكال افكت اللي كان حصل عنده بيجيله تاني. كريتيريون سي الافويدنس، انا بعمل بشيل الافكار دي من دماغي خالص اللي هي ريليتد للتروما او اي حاجه اكسترنال اوبجكت او سيت او 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 سيتويشن او بليس ممكن يفكرني بالميموري دي. كريتيريون دي لازم يبقى عندي على الاقل 2، اللي هو النيجاتيف التريشن كوجنيشن او مود. تاثيرها بقى ايه على الـ على الـ على المود والكوجنيشن؟ بيحصل انابيليتي تو ريكول سبيسيفيك فيتشر خاصه بالتروما، يعني ما بفتكرش، يعني لو حد سالني حصل كذا ما بفتكرش، ما بقدرش افتكرهم. بيبقى فيه نيجاتيف صوت عن الشخص او عن العالم، بحس ان انا السبب في التروما دي ان هي حصلت. بيبقى فيه نيجاتيف افكت وديكريزد انترست ان اكتيفيتيز. كريتيريون اي الالتريشن في الاراوزل اند رياكتيفيتي، انا ما بقدرش، ببقى ريتابل واجريسيف، بعمل ريسكي او ديستركتيف بيهافير ليا او الاشخاص حواليا. بيبقى في هايبر فيجيلنس اللي هو الوعي التام من كل حاجه حواليا، يعني مثلا لو واحده حصل لها التروما بتاعتها كانت ريب، فتبتدي تبقى ماشيه في الشارع ما تبص، مركزه في كل الناس اللي حواليها خايفه ان يحصل لها اي حاجه تانية. هايتند ستارتل رياكشن، ممكن تبقى ردود افعال اوفر شويه تسبب الشخص ده مشاكل. ديفيكلت كونسنتريشن، مش قادر يركز ومش قادر ينام. الديوريشن كريتيريون اف، هي بتقعد لمده شهر على الاقل، السيمتومز دي بتقعد مع الشخص لمده شهر بعد ما اتعرض للموقف. كريتيريون جي الفانكشنال سينيفيكانس، لازم تكون بتعمل تاثير على السوشيال والاوكيبيشنال فانكشن، يعني لو هو حصل معاه كل السيمتومز دي مش مؤثره على العلاقات الشخصيه بتاعته وعلى وظيفته، يبقى كده مش هتبقى كبيره، يعني مش هتبقى افكت كبير. كريتيريون اتش اكسكلوجن، ان انا ما يبقاش السيمتومز دي سببها دراج او سبستنس. الاو سي دي اخر نوع هنتكلم عليه في الانكزايتي ديس اوردرز، وهو يعني هو او سي دي، طبعا احنا اتكلمنا عليه قبل كده، مقسوم نصين، اوبسيشن دي اللي هي الفكره، الكرنت او بريزيستنت صوت ارجس امبلسز بتفضل تتكرر في دماغ المريض علشان خاطر يعمل حاجه معينه، علشان اقول ان المريض ده عنده اوبسيشن، يعني لازم يبقى فيه فكره معينه بتتكرر في دماغه ووجودها بيعمل له انكزايتي، وفي نفس الوقت المريض بيبقى بيحاول ان هو يوقف التفكير في النقطه دي او يعمل لها سبريشن. النص التاني اللي هو الكومبولجن، تبقى فيه ريبيتيتيف اكتيفيتي زي الهاند ووشنج او ترتيب الحاجات، او منتال اكت زي البراينج او الكاونتنج، يعني في حد ممكن يعد مثلا من 1 لـ3 قبل ما يعمل اي حاجه، فدي كلها كومبولجنز. والبني ادم الشخص المريض ده بيبقى بيعمل كده، لازم يعمل كده علشان خاطر ايه، يعني هو مشكلة عنده ان هو بيعمل الحاجات دي ولازم يعملها علشان خاطر الدنيا تمشي مظبوط، يعني ما ينفعش ما يعملهاش. النص التاني بيقول ان behaviors aim to prevent reduce anxiety، نفس القصة في الobsession، كل الحاجات اللي انا بعملها دي لازم ما بعملها بتقلل الانكزايتي. الobsessions دي بتبقى time consuming، بتاخد على الاقل ساعة في اليوم، وبتسبب distress في السوشيال والoccupational function بتاعت المريض ده، تمام، وما ينفعش ان هي تكون سببها drug او medication بياخدها. الابليكيشن اوف نيرسينج بروسيس، كاسسمنت، انا بعمل اسسمنت للليفل اوف انكزايتي اللي المريض فيه، بسال المريض هل انت يعني ايه اللي ممكن يكون سبب مشكله الانكزايتي اللي عندك دي، ايه هي السيمتومز بقى اللي موجوده دلوقتي واللي كانت بتحصل لك قبل كده، وايه اللي انت كنت بتعمله علشان تتفاعل مع السيمتومز اللي كانت قبل كده دي. الفريكوانسي والديوريشن بتاعت السيمتومز برضه لازم اعملها اسسمنت، ولو في ستريسور معين مسؤول عن ايه ظهور السيمتومز بالوحشية دي. ايه هي النيرسينج دياجنوزس اللي ممكن تكون موجودة عند مريض عنده انكزايتي ديس اوردرز؟ بانيك او انكزايتي من ريليتد تو ريال او بريسيفد ثريت،
ineffective individual coping, ineffective role performance، بيقدرش يتفاعل مع ال functions social or occupational functions، post traumatic syndrome، و sleep pattern disturbance. بالنسبة لل expected outcome و nursing interventions ان شاء الله هنشرحهم ايه في فيديو تاني. شكرا.